الله يسمح ليك. انشوفهم انشوفهم مسحتيهم انشوفهم. يا ودي يا ودي يا مامو يا بابا يا سيليا قالت لك يلا رسماتنا. طبقو شنو هذه؟ ها؟ كوكسينيل. برافو. شنو ترسم على ثاني؟ كوشيا. ها؟ كوشيا. شنو؟ كوشيا. كوكسينيل واخي البغاف. عالم الله عاوتاني شنو؟ بوليسي. 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 الله يسمح لك سيدي. زيدي. بوليسي. شنو آخر؟ شنو؟ لي زانيمو. برافو. يا بابو لا دوتات. عارفة راسك دير المصايب. زيد شنو عاوتاني؟ لبة. لبة. برافو. ديك الاي اللي مصور في داكشي ديال الكريسماس. زيدي قلت لك صوريني ما عرفتش ما تصمت. اغايت. ها؟ اوكي. شنو هي؟ اوكي. شنو هي اوكي؟ اوكي. كلشي بخير. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. اليوم اختي قررت في نص ساعه اللي كنخصص لراسي اليوم انني غنتهلا في البشره ديالي. الجديدات رجيلات لوجيه كلشي البشره اون جينيرال. قررت غندير واحد القماش. غندير هاد القماش هذا. تقدروا ديروا قماش ديال القهوه والسكر والزيت او لا القهوه والسكر ومطيشه. انا غندير هاد القماش هذا ديال الشاربون ديال الفخر. الجسم ديالي كله قبل الدوش.
ليكم اختي. المهم ما كملتش لكم لا فيديو البارح، كانوا عندي شي امور علاقه في هذاك الشيء، علاش خرجت ما بقيتش كملت معكم لا فيديو، ما بقيت درت حتى شي حاجه، حتى خرجت كنجرى انا وعادل على شي امور. صافي. المهم اليوم راه النهار الثاني، باش غادي نوجدوا ان شاء الله العيد اللي هو غدا ان شاء الله. غنوريكم نشارك معكم اللبسات اللي اختاريت لسيليا، ونشارك معكم الجليلبات اللي وصلوني انا وماما من واحد لاباج ديال واحد الاخت، داكشي غزال وغير ب 250 درهم. غنخلي لكم لاباج ديالها، ونخلي لكم انستغرام ديالها في لاباغدان فوق، ونخلي لكم هنا مكتوب باش تدخلوا عندها. عندها موديلات واعرين، وعندها داكشي طوب طوب دو طوب. قلت لكم 250 درهم جليلبات غزالين العيد اولا لاي مناسبه، كيتلبسوا مخزنيين غزالين، عندها شكيلات زوينين. غنشارك معكم كلشي، خليكم معايا نكملوا لا فيديو ديال البارح بحكم انه ما بقيناش كملنا، خصكم راه الروح راكم كتسمعوا في صوتي. الو غنكملوا لا فيديو دابا. السلام عليكم. المهم اختي اول حاجه غنشاركها معكم هي الحوايج ديال لاله حبي، هما اللي محطوطين الصراحه حدايا هنايا، غنوريهم لكم كاملين. وديك الساعه نوريكم الشيء الاخر. هي اول حاجه كاين لاله حبي، شعري مازال ما صايبتوش العشيه دابا، عاد نوجد راسي ونوجد كلشي. وي ماما جيب كلينيكس. هنايا اول حاجه الجليليبه ديال لاله حبي، شوفوا 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 غزيولة غزيولة غزيولة، فيها هاد واش كيسميه شبيكة هاكا دونتيل واش كيسميه، فيها ميني ماوس بيان سيو. هاد العام هذا في عيد الفطر اختارينا اننا نديرو الاحمر، و البليغات ديالها جاو على هاد الشكل هدا. و انتي ودي اختي داكو سيليا الا شفتهم تقولك هيا كتليا اريهم دابا تلبسهم دابا. داكوغ مام البليغه في هذا الشكل هذا، حتى هي فيها ميني موس باش تماشى مع الجليبه. عادي عز ليا هاد الصاك هذا، خديناه ليها سيباري باش يجيها مع اللبسه، عندو التسميطه هادي بحال هكا. المهم جات صدعتني قالت لك بغات لو سانج كان محطوط هنا. المهم هاد السويك هذا قلت لكم مخدها ليها بابا باش يجيها يتماشى مع اللبسه بحال هكا. شنو اخر؟ واللبسه الثانيه ما تديوش على الروينه اللي مورايا، انا الدريسينغ عندي مازال ما وصلاتوش النوب، يلا كنلقى دياب جيها في الظهر. اللبسه الثانيه هذه خديتها لها انا من واحد المحل في السوق عادي، شوفوا كيفاش دايره. هذه القويميجه الفوقانيه فيها هذيك البابيون حزيمه بحال هكاك، وفيها الدونتيل هذا هنا. صافي بليدي دات كمان، وحيت خديت لها شي وحدين سخيخنين وشي وحدين باردين على حسب، ما عرفتش الجو كيفاش غيكون على غدا ان شاء الله العيد، ما عرفتش الجو كيفاش غيكون باش اللي تماشات مع الجو لبسالها وخلاص. هي راه كتلون كتوسخ. السراويل خديت لها دوك السراويل اللي عاد دارجين دابا على الموطه اللي كيكونوا عرض من التحت، غيجيها مع هذيك القويميجه. وخديت ليهم هاد السنيديله هادي ديالها بحال هكا، فوالا. هادي لبيسه نسقتها ليها انا، وخديت ليها لبيسه اخرى غنشاركها معكم، واخا انا ما مرتاحش بزاف البودي، ما عجبنيش بزاف. الثانيه فيها سروالتين بحال هكا، حتى هو فيه ميني ماوس. المهم بحال هكا حيت سراولتين عندها غير دوك المغلوقين، خديت لها التويب هاد المره رطيب، واللوين ديالو مختلف على الاخرين باش يبان ديفيرون. السريويل والبودي ما عرفتش نقدر نبدلو ليها، ما عجبنيش، نقدر ندير ليها مع شي بودي اخر. البودي خديتو لها بحال هكا بالكميمات في الغوص. وبالنسبه للرجيلات باقا نخرج اليوم ناخد لها شي حاجه في الغوز لهاد اللبسه هادي. واللبسه الثانيه اللي هي هاد السريولي ولا هذا، خديت لها هاد السروال هذا، توبو خفيف ماشي تجين غير توب، ولكن اللون ديالو ديال التيم. وحطيت ليها معاه دابا بان ليا غيكون البرد اصلا غدا حيت اليوم كاين البرد، حطيت ليها معاه ديجا نسقت لها معاه هادي في الحمر فيها ميني موس، هادي اكسا
يعني ديال الصيف زعما ماشي ديال دابا، بان ليا الحال برد وفي الرجيلات سبرديله نايك في البيض والاحمر باش تجي مع اي حاجه. وخديت ليها بودي عاوتاني سيباري، قلت اونكا او ما عجبنيش هذاك بصح انا راه كمشت الحوايج، راه عرفتوا شنو راه شحال هادي باش تقديتو، ماشي حد انا من الناس اللي كيتقداو بكري ويساليو. هادي البيسه خديتها لا غير زايده وصافي في الدار، ولا هكا يا لا الا جاب الله وسخات ولا شنو نلقى باش نبدلها زعما هكا يا شويرات في الغوز بونتا كورت كورسير ماشي شويرات قصير. وهاد البودي ديالو بحالك صافي، هادو غندير لها معاهم صنيديله، عندها ديجا صنيديله ديال الجلد باقا جديده. وخلاص سيلي عرفتوا شنو انا كنقول لكم دابا، نخرج نشري لها سبرتيله هانتو عندها شي حاجات باقيين كبار عليها مازال ما وصلتش ليهم، شراهم لها باباها في العام اللي فات باقا ما وصلتش ليهم هانتوما. هادي باقا ما لبساتهاش، هادي نمرة 27 ولكن جاتها كبيرة، هادي من بولاغي كتكون وامر ديالهم شوية كبار. هادي تا هي كلهم من فلو، كلهم مشريين من فلو. هادي ديال فروزن تا هي شمن رقم، هادي 27 تا هي باقا كتجيها كبيرة، كلهم باقيين جداد. هادي بانطوفة، انا هادي دابا كون جاتها كنت غنتهنى من الصباطه قبل ما نشري لها لهاديك اللبسه اللي فيها البودي الغوص قبل ما نشري لها صباط، ولكن باقيين كيجيوها كبار. وعاد ما خافية اعظم، باقيين عندها واحده اخرى اللي تجي ديال الصيف باقيين ما كيجيوش قدها. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لحبي. بلاتي نشارك معكم النونوات، المهم خديت ليها من السي ويكيكي هاد لابوتي دولو هادي، حيتاش فيها ميني موس، وحيتاش اي بوتي شريناها لسيليا كتتوتر كتمشي. بالنسبه للنونوات ديال الشعر خديت ليها هادو خديت انا وياها بحال وميم طون، خديت جوج سيريات بحال هكا وميم طون. لا بغيت ندير لها مثلا جوج ميني موسات يكونوا عندي جوج، بغيت ندير لها جوج ديال لي فلور يكونوا عندي جوج، جوج ديال لي بابيون من كل حاجه ولات عندي جوج فهمتوني. فوالا كانت غدير غير واحد انا غندير واحد باش نكون انا وياها بحال كيجيو بحال هكا. هادو ديال مينيموس خديتهم ليها من تمارة، من واحد المحل زوين فيه زواهق فيه كلشي كلشي، فيه هادو ديال الشعر البندوات فيه الروايح فيه كلشي، محل كبير. تحية لخويا جواد راه كيشوف الفيديوهات، كنتقدم من عندو الله يعمرها دار في المسيرة جوج، شريت المسيرة جوج، الناس ديال تمارة غيكونوا عارفينو. خديت ليها هادو فيهم هاد اللعيبات ديال الكليتر، فيهم نجيمات ديال الكليتر كيتحركوا. وهادو خديت لهم واحد البوندو فيه سيري هكايا ديال ميني موسات واقفين، لبساتو البارح كتلعب بيه ما عرفتش فين طيحاتو. خديت ليها هادو بالنسبه للبيسه اللي معها سبرديله في الاحمر والبيض، حتى هادو فيهم ميني موس وفيهم الاحمر والبيض، جوج ديال الفليلات وهذا فليل كبير على حسب مشطات الشعر اللي غندير لها. صافي ندوزو ليا انا خلاص وصلتني جلابه من لاباج اللي قلت لكم غنحطها لكم لتحت، لا انا اللي ماما وصلونا جلال بحال. وبالنسبه للصنداله ولا الصباطه والصك ديجا كنخداهم ليا عادل في عيد الحب وقيلو المارت في راس العام، صافي وحطيتهم ما عنديش ما مشيت فين زعما ما لبست البلدي ما والو، قال لي خليهم للعيد وتهنيت صافي ما بقيتش كنقلب شنو يجيني مع الجلابه. ديال الجلابه حمراء نشاركها معكم دابا، البلغه هي هادي ديال الصم بحال هذا الشكل هذا، هذا هو البوشيت ديالو بحال هكا فوالا كتجي من الداخل بحال هكا، زوينين الصراحه كيجيو هماويين وديال اي مناسبه، ماشي بالضروره خصني ماشي بالضروره زعما خصني شي حاجه باش يتلبسوا صافي. المهم ديال اي حاجه ديال البلديه نشارك معكم الجليبات، هذه الجليبه ديالي غدا ان شاء الله في الصباح نصور لكم بها باش تشوفوها كلها. هذه الجليبه ديالي في الاحمر، الكاميرا ما عطيتش الحقه. شنو نقول لكم من هنايا فيها هاد العقيدات،
عرفت علاش ما كيبانش ليكم مزيان في هاد العقيدات. صافي هي تال هنايا وحبسوا العقيدات. سامبل مخزنية، انا تعجبني سامبل، كتجي هكا مخزنية غزالة حتى الصباح ملي اللبسة عادة تبان ليكم مزيان ونصورها ليكم. صافي. وبالنسبة لماما راه نفس الجلابة غير هي في قياس مختلف، حيت انا كنلبس الال، ماما كتلبس الميديوم. علاش كتلبس الام؟ حيتاش على حسب الطولة. اما هي راه المخزنية كتجي عريضة على كلشي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. وخديت واحد الطبيصلات نشاركهم معكم. واقيلا ديجا ماتو شوريتهم ليكم ولا لا؟ انا كتبقى محطوطة عندي الحال وما كنبقاش كاع هكا. خديت هاد الطبيصلات هادو، خديتهم من كارفور، خديتهم ب 500 درهم، فيهم 18 بياسة، في 6 ديال لي سوب و 6 ديال لي زاسيت كبار و 6 ديال لي زاسيت صغار. انا نوريهم ليكم كيفاش محطوطين عندي في الكوزينه فوق هذاك الميني بار اختي، وديك الساعه نوريكم الشكل ديالهم. ديجا وريتكم هادو ديال تاتش زوينين من ساكا. هما الطبيصلات بحال هكا، بحال الطرز الفاسية، بحال الطرز الفاسي غزالين متروزين بحال هكا. فوالا انا حطيت هنايا ثلاثه حيتاش عندي ثلاثه ديال لي شيز ديال لي طابوري هادو. صافي. الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي ما شاركتيش معنا الكوزينه، الكوزينه راه مازال ما كملاتش، باقي لي الالومنيوم. يلا هدرت لها تما. صافي. البوطاجي هو باقي كيف ما كتشوفوه مخدمه السيشلانج، البوطاجي باقي هكا، اي كل حاجه تحطات بلاصتها وصافي، ماشي زعما صافي. هنايا لا فيسيل تما، باقي انتروارات، باقي بزاف ديال الامور، عاد يجيبهم المعلم يركبهم. صافي. وهنايا صايبت هاد الكليسه هادي، جات بحال هكا. الفكره ديال لي فوتو ماشي ديالي، ديال عادل دار هنايا لي فوتو كاملين ديال سيليا وديالنا ديالو ديال وعاوتاني قبل ما نتزوجو بحال هادي الفوتو ديال الحج، يعني كاع دوك لي فوتو اللي لقى قدامو. الصراحه ما اختارش ما هو حتى شي حاجه. صافي. وهنايا صايبت بحال هكا الديكورات. انا درت هاد الكيسان يحفظ الله يضربونا بالكوبي رايت، حيت سيليا كانت طالقه الموسيقى نسيتها. قلت لكم هنايا عادل دار لي فوتو، انا عاودت الفيديو دابا باش تشوفوه، دار لي فوتو في حلقه اللي عندهم ذكرى زوينه معنا. ها نتوما نقرر لكم يا اختي، يا اختي ما شاء الله على بنت وتي. هذه كنا في الغابه واحد النهار، شوف سيليا كي دايره. انا المهم دار لي فوتو اللي عزازين علينا اللي عندهم ذكرى زوينه معنا. تما سيلي عاد زادت عاديات زادت بحال هكا. المهم دي فوتو لي عزازين، هادي أول مرة سيلي دخل المدرسة. صافي. المهم أنايا درت هاد الديكورات هادو، صايبت هاد لاكوتي هادي، باقي ليا حاجة وحدة دومونديتها ومازال مجاتش، هي واحد لاباجورة لي غتجي واقفة هنايا، واحد لامب كتجي كبيرة. صافي. هادشي لي كاين. ما انا درت هاد لي شيز كوكياج هادو. صافي. هنايا درت المبيخره اللي كانت وصلتني من ميزون ديكوراسيون، هي هنايا جديده، وهذه القديمه اللي كانت عندي ديجا. انا هاد الترن هذا اللي كنت وريتكم خديته من البال. صافي. و تمايا غاديك الطياره ديال سيليا، هذا الشيء اللي كاين. صافي. تجيها كامله بقات خاويه، باقي لي انا واحد الموبل تي في الا ما تبدلاتش ان شاء الله التلفازه هادي، غيدار الموبل تي في تمايا. صافي. هادشي اللي كاين. والكوزينه هو المنظر ديالها كيفاش جات، جات استوديو للصالون بحال هكا. صافي. جا الديكور بحال هكا، دخلت الباب تيبان لك بحال هكا.
اختي هادشي اللي وجدنا للعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه، عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم باش ما تمنيتوا يا ربي بالفرح والسرور وبكل ما كتمنوا اي حاجه زوينه تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. خديت هاد السيري هذا ديال السكوتش حيت انا العيد كيعجبني النقاش على النقاش، ولكن واحد السي الاستاذ ديالي تعجبو يصايب ليا هو الا عقلتو حتى العيد ديال العام اللي فات ديال رمضان كان هو اللي صايب ليا السكوتش. صافي خديت الحنه الهنديه ديال البوماده باش هي اللي نعمر بها دوك الزويقات، يصايب ليا بها الزويقات. وهذا ما كان احبا بها نشارك معكم كلشي ان شاء الله. بيسكم ديال لكم تهلاو لي فرسكم الناس الجداد، ما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس و ديروا ابوني بيان سيغ هي الاولى، عاد تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه، وشاركوا القناه مع اصحابكم واحبابكم، ما تنساوليش ملي لايك وكومونتير زوين بحالكم.